السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صامدي. هذا النهار ان شاء الله غادي نتحدثوا على واحد الموضوع، على صغار الانانيب. صغار الانانيب اللي كيحدثتهم واحد الانتفاخ، كتشوفوا ان الكرش ديالهم اللي قلبتوه هكا كتلقاها منفوخة. غادي نتحدثوا على السبب ان شاء الله، علاش كيتنفخوا لهم الكرش ديالهم وكيتوقفوا على الاكل الله يستر كيموتوا. حنا غادي نشوفوا ان شاء الله هذا النهار شنو هو السبب. انتم هذا الارنب راه اصلا راه نفخت له كرشو. ها ما كاينش شي ارانب هنايا، انا قلبتهم راه مزيانين، وهاد الارنب راه منفوخ له الكرش ديالو، وكتلاحظوا انه كيرجع للور، راه مخبي تمايا وما بقاش كيبغي ياكل. السبب الوحيد هو انكم الماكله ديالهم كما كتلاحظوا معايا، هاهي الماكلة ديالهم كتخلط بالبول ديالهم، يعني الماء ديالهم والفضلات ديالهم، يعني كيوليو ياكلوا منها، عليها كيطرا لهم هذا المشكل هذا. انا جربت باللي الا مشيت تنقيت عليهم، الا عجزت غير شي يومين وما نقيتش عليهم هذا الماكلة ديالهم، كتخلط البول ديالهم مع الماكلة ديالهم وكيضطروا انهم ياكلوها وكيتنفخ لهم كرشهم. هذا المشكل هذا نقدروا نتجاوزوه بواحد الطريقه اللي هي سهله ورخيصه في الحقيقه، انكم غتمشيو عند فرماسيان وتطلبوا منه البيكربونات الصوديوم. بيكربونات الصوديوم بكيه كلها، انتم الا لاحظتوا معايا بكيه كامله، هذه هي سميتها بيكربونات الصودا، ها هو بالفرنسي كاتبين بيكربونات دو سود. هذه كامله، هذه الباكيه كتكون هكا في واحد الميكه، يكون فيها بزاف، كيكونوا عاطين تقريبا المهم واحد الكميه كبيره، كدير 6 دراهم. 6 دراهم ماشي شي حاجه كبيره، والباكيه الصغيره ديالها كدير 4 دراهم. هاد البيكربونات صدقوني ان حتى الانسان الا كان اللي حسيتوا براسكم يعني كرشكم يعني منفوخه ولي غاز، وشحال من واحد كيمشي يشري الدويات السيرو ولا كيشري داك الفحم، واحد الدواء يعني باش كي الكرش كتقلص وما كتبقاش فيها داك لي غاز. صدقوني ان هاد البيكربونات الصوديوم معلقه واحده ديروها في يطرو ديال الماء وتحسوا واحد الفرق. وبالنسبه للارانب راه انا هاد الوصفه راها مجربه، يعني غادي تشدوا واحد كميه خفيفه هكا، ما نقول واحد المعلقه، معلقه كبيره ولا معلقه صغيره، المهم نقولوا معلقه كبيره، وتخلطوها بحال هكا بهذا الشكل هكا مع الماء اللي كيشربوا منه القناعين. ها ما عليكم الا تخلطوا هكا، وهذه الا جربتوها حتى في الانفس ديالكم. هذا شهر رمضان كيكونوا ديك التقلصات ديال المعده والاخر، بغيتوا كاع شي باش داكشي يكون سريع للغايه، غير واحد ربع معلقه ديروها في كاس ديال الماء وشربوها. الوصفه راها مجربه الصراحه، راها مجربه، ما غالياش بزاف. بيكربونات دو سود، ما الاسم الحقيقي ديالها بيكربونات دو صوديوم، صوديوم بيكربونات صوديوم. هادو ان غادي اذا درتوها القناين ديالكم في الحقيقه غادي تلاحظوا انهم تفشوا ولاو يقدروا ياكلوا عاوتاني، لانه هما السبب الموت ديالهم انهم كيتنفخوا لهم كرشهم وما كيبقاوش يقدروا ياكلوا، كيتعزلوا في واحد الجهه صافي حتى كيموتوا. يلا الى عجبكم الفيديو ساندونا، تكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ان شاء الله، وشاركوا معنا وتكيو على زر الجام، وانا مستعد للتعاليق ديالكم بخصوص تربيه الارانب.